جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات بعثت بقضية تقول فيها نوينا العمرة، وعندما وصلنا آبار علي نوينا الاغتسال فاغتسلنا، ثم قمنا بتمشيط شعرنا ونحن ما زلنا داخل الحمام قبل أن نلبس ملابس الإحرام وقبل أن ننوي بالإحرام للعمرة، مع العلم أننا قد نوينا ألا نمشط شعرنا، ولكن عندما سألنا إحدى الأخوات سامحها الله قالت لنا إنه يجوز التمشيط قبل لبس ملابس الإحرام وقبل النية، ولكن عندما انتهينا من كل ذلك وقبل الخروج من حمامات أبار علي إلى المسجد لصلاة ركعتي النية بالعمرة سألنا مرة أخرى عن التمشيط لكي نتأكد من الحكم، فقيل لنا إنه حرام وأنه يجب أن نذبح فدوا عن كل شعرة تسقط منا، مع العلم بأننا لا نعرف عدد الشعرات التي سقطت منا، فاحترنا في أمرنا ولا نستطيع في نفس الوقت الرجوع إلى الحمام والاغتسال مرة أخرى رغم أننا ما زلنا موجودين هناك في آبار علي. وجهونا جزاكم الله خيرا. لا بأس بتمشيط الشعر قبل الإحرام وبعده، ولكن بعد الإحرام يمشيطه برفق أو تمشيطه المرأة برفق لئلا يتساقط منه شيء، وإن سقط منه شيء بغير قصد فلا حرج في ذلك وليس فيه فدية. أنا قاله لكم هذا القائل خطأ. نعم.